مطلب زيلينسكي من شعبه وعائلته إذا مات في الحرب، استمرار الاشتباكات في السويد بعد حرق نسخة من القرآن الكريم، الحكم على فتاة تيك توك بقضية الاتجار بالبشر. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. من جديد عاد الرئيس الأوكراني ليتصدر حديث السوشيال ميديا، وهذه المرة عندما أجاب عن سؤال وجهه له مذيع قناة CNN الأمريكية بالقول: كيف تريد من عائلتك وشعبك أن يتذكروك في حال مت في الحرب؟ فولودومير زيلينسكي أجاب على السؤال قائلا: إنه يريد أن يتذكره الناس ليس كبطل حتما، بل كإنسان عادي وكإنسان أحب الحياة إلى أقصى حد وأحب عائلته وموطنه. أما عند سؤاله عن مصدر إلهامه في الأزمة التي تعيشها بلاده، فأكد الرئيس الأوكراني أن الشعب هو من يلهمه كي يبقى الأقوى على حد تعبيره. لليوم الرابع على التوالي تتواصل الاشتباكات في مدن سويدية عدة بين عناصر الأمن والمتظاهرين الذين احتجوا على قيام جماعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة بحرق نسخة من القرآن الكريم. في المقابل لاقت حادثة الإساءة للقرآن إدانات عربية وإسلامية واسعة، إذ أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة واستنكارها للحادثة وللاستفزازات والتحريض ضد المسلمين، مؤكدة أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات. إلى مصر هذه المرة، حيث أمرت النيابة العامة بحبس 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و18 من العمر على ذمة التحقيق بعد تسببهم في وفاة شاب بمحافظة الإسماعيلية. وسائل إعلام محلية نقلت عن أصدقاء الضحية القول إنه توفي بسبب إلقاء أشخاص مجهولين أكياسا مملوءة بالمياه على صديقهم أثناء جلوسه في أحد المقاهي بغرض السخرية والمزاح، مشيرين إلى أنه قام مسرعا للحاق بهم ثم وقع على الأرض وتوفي في الحال إثر سكتة قلبية. نبقى في مصر، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حنين حسام الشهيرة بفتاة التيك توك بالسجن المشدد 3 سنوات مع غرامة قدرها 200,000 جنيه بعد إدانتها في تهمة الاتجار بالبشر. وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن حنين حسام انهارت فور سماع الحكم وقالت للقاضي: والله لم أفعل شيئاً، فيما كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في يونيو الماضي بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر عبر استغلال فتيات صغار السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة. وفي خبرنا الأخير الذي شكل صدمة للكثيرين على مواقع التواصل، حذر علماء من غزو فضائي للأرض بسبب رسالة ستبثها وكالة ناسا إلى جزء من مجرة درب التبانة. تعتقد أنه الأكثر احتمالاً لوجود حضارات أخرى فيه، هذا الكلام عن ناسا طبعاً. ووفقاً لعلماء من جامعة أوكسفورد البريطانية، فإن الرسالة التي تعد أول محاولة جدية للتواصل مع الكائنات الفضائية ستسير بسرعة الضوء حاملة معلومات بسيطة عن البشرية والأرض، فيما من المقرر أن تصل بعد 25,000 عام إلى درب التبانة.